خليني اروح لمستر كولر. في البعض بيرى انه ده مطلوب، فكره انك انت تعمل الروتيشن، فكره انك تشوف او تبدا كل مباراه بسكواد غير السكواد اللي انت بدات بيه المباراه قبلها. الراجل واضح جدا انه مازال لغايه دلوقتي في اطار التجارب، يعني بيجرب يلعب تركيبات معينه مع بعض، اسماء معينه مع بعض، وبيجرب كمان لغايه دلوقتي لعيبه في مراكز مختلفه. شفنا اكتر من اسم ظهر في اكتر من مركز في كل ماتشات اللي لعبها نادي. هل ده طبيعي؟ هل ده منطقي وانت على بعد 30 يوم تقريبا او اكتر حاجه بسيطه من انك تبدا مشوار دوري ابطال مستوى منافسه مختلف، او بتبتدي برضو كاس عالم مستوى منافسه يعني في منتهى القوة؟ بص يا احمد، هو تقريبا دي النقطة السلبية، النقطة السلبية أنا شايف إن دي سلبية جدا، إن أنت الوقت ضيق جدا، ومستر كولر واضح جدا إن هو لسه ما حطش إيده على التشكيل اللي يقنعه. فباين جدا إن هو طبعا بغض النظر عن الروتيشن، لكن الروتيشن ما بيتعملش خالص في القوام الأساسي، الروتيشن طول عمره بيتعمل في أضيق الحدود. واضح جدا ان هو في اغلب المباريات، شفنا في مباراه فاركو الاخيره ان هو بيغير حتى الاثنين قلب الدفاع. فمباراه فيوتشر كان اثنين قلب دفاع مختلفين، مره لعب عبد المنعم وياسر ابراهيم. الدفاع شويه لظروف اضطراريه يعني في اصابه لكن في ايقاف، لكن مباراه فيوتشر بتغير سته من العناصر الاساسيين، فده طبعا بيفقد النادي الاهلي الانسجام، وده شفناه في اغلب المباريات النادي الاهلي. النقطه السلبيه المهمه جدا اللي هو لازم ياخد باله منها ان طبيعه الدوري المصري غير كده. ايوه دي اعتقد وقع فيها برضو موسيماني. طيب